السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، رموز مهمة تدل على أن الجنين سيكون ذكرا. من الأشياء المهمة اللي بتشغل كثير من النساء الحوامل إن هي ممكن تشوف رؤية، والرؤية دي تكون ليها علاقة بتحديد نوع الجنين. هو في كده؟ طبعا. وياما أحلام سألت فيها، والحمد لله بفضل الله أنا لم أخطئ إلا في مرة واحدة، وطبعا ما كانش مني، كان بسبب الرائية وهي بتقص رؤاها بتحجب بعض الأشياء، وده شيء خطير جدا. بلاقيه في كتير من الناس ان هم بيحجبوا بعض المعلومات، بغض النظر عن ان الرؤية محمودة او جيدة، هي ما بتبقاش فاهمة ان الرؤية دي مثلا محمودة، وتبقى متخيلها مزمومة فتلها بتحجب بعض المعلومات، وبعد ما تلاقي ان الرؤية محمودة تقوم تقول كل اللي عندها. كلام غلط. انت خلاص نويتي تفسري رؤيتك، احكيها او اكتبيها كاملة. الاحلام التي تدل على ان الجنين سيكون ذكرا، رؤية قميص النوم الأسود أو البني، الألوان اللي هي الغامقة زي الأسود زي الأزرق، إنما الألوان الفاتحة بتدل على أن الجنين أنثى. فهذه الرؤية تدل على أن الجنين ذكر. كشف الثدي للمرأة الحامل في الشهور الأخيرة تدل على أن الجنين ذكر. هدية القلم، رؤية الكتاب المفتوح، الحبر الأزرق، حبوب الشباب، المسكن الجديد أو الكبير تدل على أن الجنين ذكر. رؤية الوشاح من الصوف، رؤية الوشاح الذهبي، رؤية عيد الميلاد، رؤية شراء دبلة الذهب، رؤية الصيام، رؤية الطيران، رؤية النقود المعدنية مع أن هي مذمومة، لكن المرأة الحامل لها علاقة بنوع الجنين، رؤية المطر، رؤية قص الشعر. كل هذه الرؤية أو الرؤى تدل على أن الجنين سيكون ذكرا بإذن الله. تضرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.